بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أخوتي أخواتي في قناتكم قناة زراعة تكاثر النباتات. هذا الفيديو سيكون عن طريق تطعيم أشجار الحمضيات. هنا لدينا شجرة برتقال، وهنا لدينا غصن من الطرنج. سنقوم بقطع هذا الغصن بهذه الطريقة، وسنقوم بتقليم هذا الغصن بهذه الطريقة. هذا هو قلم التطعيم. لدينا مقص التطعيم، سنقوم بقص هذه الجهة بهذا الشكل. سيكون بهذا الشكل. نقوم بقص الجهة الثانية، وسيكون بهذا الشكل. وسنقوم بإدخال الغصن بهذا الشكل. بعد أن ثبتنا الغصن الجديد، سنقوم بلفه بالترتيب بهذه الطريقة. بعد ذلك سنقوم بأخذ نايلون شفاف للتطعيم، وسنقوم بلف بهذه الطريقة لكي لا نسمح بدخول الهواء إلى مكان القطع. هنا بعد أن قمنا بتثبيت الغصن ووضعنا اللاصق لتجنب دخول الهواء، بعد أن ثبتنا القلم الجديد، سنقوم بوضع كيس شفاف بهذه الطريقة. وسنقوم بوضع التيب شريط لاصق بهذه الطريقة.
ونتركه إلى أن تخرج العقل الجديدة ويبدأ بالتقديح. هذه الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية، الطريقة الثانية سنقوم بقص الغصن بهذه الطريقة، وسنقوم بأخذ العقلة ونقوم بالقص. من الجهتين. بعد أن قمنا بقص غصن التطعيم بهذا الشكل، سنقوم بفتح هذا الغصن وندخل غصن التطعيم بهذا الشكل. بعد أن ضغطنا عليه بهذه الصورة دخل الغصن بهذا الشكل. الآن سنقوم بوضع شريط اللاصق بهذه الصورة لكي لا يدخل الهواء. والآن سنأخذ الشريط الخاص بالتطعيم وسنقوم بشده بهذه الصورة وبإحكام. بعد أن قمنا بشده بإحكام، سنقوم بأخذ كيس شفاف وسندخله بهذه الصورة. وسنقوم أيضا بشده هذه الصورة لكي نحافظ على الرطوبة ونمنع تبخير الماء من الجروح من مكانات القطع. والآن سنتركه إلى أن تثبت تخرج البراعم والأوراق الجديدة. الآن سنقوم بطريقة تجذير شجرة البرتقال وبدون تربة، وستكون الجذور أمام العين ستظهر. سنقوم الآن بقص قص الساق وغصن بهذه الطريقة. بعد أن قمنا بقص الغصن سنقوم بأخذ
زجاجة ماء بهذه الطريقة، بس ندخلها بهذه الصورة. بعد قمنا بإدخالها سنجذب سلك ونثبت العلبة بهذا الشكل. بعد أن ثبتناها بهذا الشكل ستكون جهة داخل العلبة وجهة خارجها. سنقوم الآن بوضع الماء بهذا الشكل إلى أن يدخل الغصن داخل الماء. بعد أيام سنلاحظ خروج الجذور وستكون يعني ظاهرة، نستطيع أن نرى الجذور من داخل العلبة. من خارج العلبة نرى كيفية خروج الجذور، وهي طريقة ناجحة. نطلب منكم الآن وضع اللايك ودعم القناة، ونشكركم على حسن المتابعة.